عبر شاشة الأرية. حديثنا هذا اليوم مشاهدينا الكرام عن المال في الإسلام وعن تلك الوسائل المشروعة لكسبه والمعاملات المالية الإسلامية بشكل خاص سنركز حديثنا عليها. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان للحديث أيضا عن هذا الموضوع الهام. دعنا بداية شيخ عبد العزيز أن نتحدث عن أهمية المعاملات المالية الإسلامية وتلك يعني الأهمية الكبيرة التي أولاها الإسلام لمثل هذه المعاملات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم، يا واسع يا عليم. الحقيقة كان عندنا موضوع رمضان والصدقة هو موضوع هذه الحلقة في الأصل، ولكن لما كثرت التساؤلات والاعتراضات حول ما نشر في إحدى حلقات طاش مع طاش المشهور التي في رمضان، والذي ركزت فيه الحلقة على منع الربا في العملات النقدية المعاصرة، وجدنا أن من النصيحة للناس وبيان الحق لهم وكشف الشبهات التي أجلب هذا البرنامج برمي الناس بها مع الأسف الشديد، أن الواجب أن نبين ما ندين الله سبحانه وتعالى به في هذه المسألة، وأن نكشف هذا اللبس الذي حصل بسبب هذه الحلقة. مع أني أجزم أن الممثلين والمخرج والقائمين على هذه الحلقة هم لا يدركون أبعاد ما فعلوا، وهم لا يدركون أيضا الخلل الذي نشروه من خلالها وطعنوا فيه في ثوابت الشريعة وما أجمع عليه العلماء. أنا في البداية حتى أكون واضحا وصريحا كما هي عادتي، أحب أن أؤكد أن تشكيك الناس في ثوابت دينهم ومسلمات شريعتهم وإثارة البلبلة واللبس حول هذه القضايا من أخطر ما يقلق النفوس ويجلب كذلك الهم والتساؤلات والقلق، ويسبب ربما الاضطراب أيضا في النواحي الأمنية، وينزع الثقة بالجهات الرسمية الدينية كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والمجامع الفقهية وغيرها. ولهذا جاء قرار خادم الحرمين الشريفين قبل مدة في قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ومن في حكمهم، وكان قرارا صائما جاء بعد هذه الفوضى من الإفتاء التي امتلأت بها صحفنا وكثير من وسائل إعلامنا، واختلط فيها الحق بالباطل وتصدى لهذا المنصب من ليس أهلا له. لكن هذا إذا كان يقال في حق بعض طلاب العلم المبتدئين، وأنه لا يصح أن يفتوا في المسائل الكبار ويتصدروا لهذا الأمر ويخوضوا في أمور لا يحسنون السباحة فيها، فكيف إذا كانوا عوام جهلة من أمثال هؤلاء الممثلين؟ قد يحمل بعضهم الدكتوراه أحيانا في الطب ولا في الهندسة ولا في الاقتصاد، لكنه في العلم الشرعي يعتبر عاميا ويجب أن يعرف قدره ويقف عند حده وألا يخوض في تخصص لا يحسنه. وهذا أمر مقرر يا شيخ عبد الرزاق عند العلماء في جميع التخصصات. الطبيب لا يمكن يتدخل في قضايا هندسية لا يحسنها، صحيح. المهندس لا يمكن يأتي يجري عملية ويصرف لك دواء، فلماذا يكون حمى الشريعة مباحا لكل دعي ودخيل؟ هذا لا يصح أن يكون، صحيح. ولذلك يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء وأن يمنعوا يا أخي من الخوض، صحيح. في هذه القضايا الكبار التي لا يجوز أن نتناقش فيها ويطرحها إلا العلماء. ولو تحدث العلماء كبار علماء عن البناء الدرامي لمسرحية أو تمثيلية لا موهم الناس يوما كثيرا، أو تكلموا عن القضايا الطبية والهندسية من منظورها التخصصي الفني، لا عيب عليهم. صدقت. والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم العلماء المتخصصون في أي مجال. أهل الذكر في مجال الطب هم الأطباء، أهل الذكر في مجال الهندسة هم المهندسون، أهل الذكر في مجال علوم الفضاء أو البحار هم أهل هذا الشأن، أهل الذكر في مجال العلم الشرعي هم العلماء، صحيح. الربانيون الراسخون في العلم وهكذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر. وأنا أقول لإخواني وأخواتي من تأثروا بمثل هذه الحلقة مع الأسف وبدأوا يتساءلون، بعضهم أنا حسب ما جاني من وسائل واتصالات كثيرة يعني يلوم العلماء والمشايخ كيف تسكتون عن هذه الشبهات التي رموا بها عوام الناس
وأثاروا بسببها البلبلة عندهم وجرؤوهم على الحرام أو تكاد نفوسهم الآن تتجرأ عليه. تقصد جوازهم هذه واحد، وبعضهم لا يقول هل فعلا ذكروا صحيح؟ اللي هو جواز الربا في النقود. نعم، وهل مشايخنا فعلا، وهذه من المصائب يا أخي، يعني كما ذكروا في الحلقة لا يدرون أن الغطاء الذهبي رفع عن النقود من عام 73 و 900 ألف إلى هذه الدرجة. هذه المسألة كنا ندرسها في المتوسطة والثانوية ونحن أطفال. نعم. نعرف أن تطور النقود وأنه في عام 73 بعد القرار الرئيس الأمريكي عام 71 رفع الغطاء الذهبي عن العملات، رفع الغطاء الذهبي عنها في كل دول العالم في حدود عام 73، ثم يأتون في الحلقة وكان مشايخنا مساكين يعني في نومة الكهف لا يدرون عن هذه الحقيقة الصارخة التي يعرفها حتى العوام. هذه مصيبة وبلية يا أخي. صحيح. وفيها حقيقة اتهام للعلماء بالجهل وقصر النظر وعدم إدراك عواقب الأمور ومآلاتها، وهذه مصيبة عظيمة. صحيح. وطعن حقيقة لا يجوز السكوت عليه. أنا أقول إن من يقول إن الربا جائز في الأوراق النقدية سواء الريال أو الدولار أو الجنيه إلى آخره بأنواعها التي انتشرت الآن وأصبحت بديلا عن النقدين الذهب والفضة، من يقول بجوازها إن الربا جائز فيها هو والله مخالف لإجماع الأمة قاطبة قديما وحديثا. حتى الذين قالوا يا أخي بأن العلة الربا أو أن الربا مقصور في الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت والذي ذكره أحد الممثلين وأخذ يردد ولا يدري ما معناه، وهم الظاهرية، هم يوافقون بقية علماء الأمة أن ربا القروض، وهذه قضية مهمة لمع الأسف يجهلونها أو يتجاهلونها، ربا القروض أن أعطيك 100 ريال على أن تردها لي بعد سنة 120 ريالا، هذا بإجماع الأمة كلها حتى الظاهرية أنه ربا حرام يا أخي. صريح. نعم. وقد أجمعوا على القاعدة الشرعية كل قرض جر نفعا فهو ربا، محل إجماع. نعم. لا أحد يقول بخلافها. الذي يكون فيه الخلاف ما يسمى بربا البيوع. ربا نوعان، ربا القروض وربا البيوع، وربا الفضل وربا النسيئة بمسمى آخر. حينما تأتي وتقول والله الذي يجري الآن في البنوك الربوية في السعودية وغيرها أن هذا الصحيح أنه لا يجري فيه الربا، ويأتي يلبس على الناس مع الأسف في مسألة خلاف العلماء في علة النقدين الذهب والفضة، هل هي الوزن أو الثمنية؟ وإذا قلنا إنها الوزن معناه أن النقود الورقية المتداولة اليوم لا توزن، إذن لا يجري فيها الربا. ويأتي ينقل لك ما ذكره الحنفية وما ذكره الحنابلة في هذه المسألة ويقول انظر هؤلاء يقولون كذا، بل حتى ما ذكره المالكية والشافعية ورأيهم هو الأرجح ولا صح عند جماهير المحققين أن العلة في النقدين هي الذهب والفضة، وهذا الموافق لطبيعة الذهب والفضة وليس الوزن، وليس الوزن. لكن كان في الزمان أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذهب والفضة عبارة عن قطع تختلف أوزانها، فما كان هناك طريقة فعلا لمعرفة قيمتها إلا بالوزن، ليس مثل الآن أصبح الحمد لله هناك آلات ومكائن تسبكها بحسب قيمتها ويكون مفصلة عليها مثل السباك الذهبية المنضبطة بالملي. صحيح. يعني ليس فيها مجال للزيادة الشبيهة بالبلوك. نعم. حتى العملات النقدية التي فيما بعد صار لها سكك في الخلافة الأموية والعباسية وما تلاها أصبحت تسك فعلا بمكائن دقيقة يعني استغنى فيها عن الوزن. فكونه يعني فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوزن هو المعيار لمعرفة مقادير الذهب والفضة لا يعني أنه هو العلة. العلة يا أخي الكريم أنه ثمن تقوم به الأشياء، ولذلك سبحان الله منعت المتاجرة بالنقود في الشريعة، وأبيح فقط الصرف لأجل الحاجة للصرف، حينما تسافر من بلد إلى بلد آخر تختلف عملته عن ذلك تحتاج للمصارفة، ووضع لها ضوابط وشروط قاسية من أجل ألا تكون النقود التي تقوم بها الأشياء وتعرف بأثمان السلع وتضبط بها التبادلات التجارية فعلا ألا تكون هي عبارة عن بضائع يتم المضاربة عليها كما يحصل الآن، وهذا من أكبر أسباب الأزمة المالية العالمية القائمة اليوم، بالإضافة للربا الذي يعترف الغربيون كلهم بأن سببها الرئيس هو الربا والقمار عبر المشتقات المالية بأنواعها. وأنا لي بحث مطول حوالي 300 صفحة حول الأزمة المالية من منظور إسلامي إن شاء الله سيخرج قريبا. على أي حال يعني التدليس على الناس يا أخي في هذه القضية والقول بأن والله العلماء اختلفوا في الورق النقدي هل يجري فيه الربا ولا يجري، أنه لا يوزن، والعلة في النقدين كما قاله بعض العلماء هي الوزن،
ثم تغفل ما أجمعوا عليه قاطبة، حتى من يقول إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وهو المشهور في مذهب الحنفية والحنابلة، حتى من يقول بهذا يهمل أنهم أجمعوا على أن القرض يجري في جميع الأموال، ليس فقط في النقود الذهب والفضة ولا في الأوراق النقدية، بل في جميع البضائع. ومن أعجب يا أخي ما رأيت، وانظر التدريس العجيب، نقلوا فتوى سماحة الشيخين الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد إبراهيم في جواز أن تبيع مترا من قماش بمترين من قماش آخر، أو من نفس القماش، أو أن تبيع شاة بشاتين أو ثلاث شيا. يا أخي هذا ليس قول ابن باز ولا محمد إبراهيم، قول العلماء كلهم، إلا من يرى أن الربا يجري في الحيوان لحديث ضعيف، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يجري فيها الربا. حتى يجوز يا أخي أن تبيع هذه الطاولة، وطاولة جميلة ورائعة، أنا أبيعها بخمس طاولات صغيرة، هذا ليس ربا. أنا أبيع يا أخي هذا القلم بمئة قلم، لأن قلمي ما شاء الله متميز وقيمته ألف ريال، نفترض أبيعه بألف قلم من وهذه شهادة نعتز بها، طاولة جميلة ما شاء الله. لا شك. نعم. وعندكم كأشياء جميلة كثيرة، جزاكم الله خير، تشكرون. وإن كنت قسوت عليكم بالأمس فسامحوني. تفضل. يا أخي الكريم، مثلا الشماغ هذا. جميل. والله أنت يا شيخ عبد الرزاق عندك شماغ نفيس جدا، وقيمته مثلا 1000 ريال، وأنا عندي شماغ من مثل هذا قيمته 100 ريال، قلت له أشتري منك هذا الشماغ بعشرة أشمغة. يجوز ولا حرج، ويجوز فيه التفاضل والنسى، حتى لو أقولك والله ما أسلمك إلا بعد شهر، ما في مانع يا أخي. يعني القضية يعني توعد أنا وياك ويكون التسليم أنا وياك بعد شهر، ما في مانع. لكن القول بأن والله المشايخ أفتوا بجواز متر بمترين أو شات بشاتين أو صندوق من الطماطم بعشرة صناديق أو طاولة بعشر طاولات، إن هذا يدل على أن النقود يجري فيها الربا. مقاسوا ذلك على النقود. هذا مغالطة وكذب والله يا أخي على الناس وعلى الله وعلى رسوله وعلى إجماع الأمة. لكن عفوا يا شيخ، يجوز أن يستعير شماغك الآن بغترتين بعد سنة، أسلمك غترتين لا بعد ما سنة. يجوز الربا، هذا يكون الربا، يكون صار عبارة عن قرض. يعني يقول بع علي شماغك هذا بشماغين أسلمك إياه بعد سنة، هذا ربا؟ هذا قرض، صار قرضا. طب ما هو الذي صار؟ أيوة أحسنت. حديث عبادة بن الصامت حتى تكون الصورة واضحة لنا. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، ستة أصناف كما تلاحظ، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من هذا الحديث وأمثاله، حديث كثيرة بمعناه، أخذ العلماء قالوا إن الأموال والبضائع بأنواعها التي يجري فيها الربا أو لا يجري، يعني تختلف من حيث جريان الربا فيها من عدمه، إلى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أن يتحد الصنفان في الجنس والعلة، مثل ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ريال سعودي بريال سعودي، أو دولار أمريكي بدولار أمريكي. هذا يجب فيه أمران: التماثل والتقابض في مجلس العقد. لاحظ كيف، يجب فيه شرطان حتى تصح المعاملة. إذا اتحد الجنس والعلة، جنس واحد ذهب بذهب، لابد أن يكون وزنهما واحدا، وأن يتم التقابض التسلم والتسليم في مجلس العقد. جميل. لاحظت كيف؟ نفس الشيء ريالات سعودية بريال سعودية، لابد من التقابض في مجلس العقد، ولابد من التماثل. أما لو قلت والله أنا سأعطيك الآن 100 ريال على أن تردها لي بعد سنة 150 ريال، هذا ربا. هذا الربا بعينه يا أخي، هذا الربا، وهذا الذي مع الأسف يجيزونه، وهذا اللي قالوا به. أليس هذا هو تعامل البنوك؟ البنوك كلها قائمة على الربا، على أن تقترض من الجمهور بفوائد ربوية ثم تستثمرها بأكثر وتستفيد منها وترد لهم أموالهم متى ما أرادوها، وتقرض الشركات والأفراد المحتاجين أيضا بفوائد. لكن حجتهم أن هذه فكرة البنك ترى الربوي. لكن النقود هنا كل عمله اقتراض بالربا وإقراض بالربا. لكن النقود هنا يقول ليست مغطاة بالذهب والفضة. أحسنت. هذه حجتهم. أنا صوبي. دعني أكمل لك الآن الأصناف الستة حتى أعود لهذه المسألة. جميل. وهي مربط الفرس حقيقة. إذن الصنف الأول أن يتحد في الجنس والعلة: ذهب بذهب، أو تمر بتمر، أو بر ببر، أو شعير بشعير، أو رز برز، من الأصناف الربوية المذكورة. فهذه لا بد فيها من الشرطين: التقابض والتساوي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فيها أصرح من هذا؟ صحيح. طيب الثاني
أن يختلف في الجنس ويتحد في العلة، وهذا محل بحثنا الآن. مثل الجنس مختلف لكن العلة واحدة. العلة، شوف الأصناف الستة تنقسم من حيث العلة إلى قسمين. الذهب والفضة علتهما الثمنية لأنهم أثمان الأشياء. جميل. ويقاس عليهما جميع النقود والأثمان فيما عرف زمان اليوم النقود الورقية أو ربما ما يستجد في المستقبل. كل ما صار ثمنا تقوم به الأشياء ويدفع مهرا فتحل به المرأة وتقطع به اليد في السرقة ويعد به الشخص تاجرا أو فقيرا بحسب ما يملك منه، فهذا نقد وثمن. جميل. هذه قضية مهمة، لاحظ معي. هذا اختلف الصنف، لو قدر بعت ذهبا بفضة يجوز؟ هل يجوز؟ مؤجل طبعا، ذهب حاضر بفضة مؤجلة، هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لكن التفاضل، بع كما شئت. أبيعك ألف أوقية أو ألف جرام حتى يفهم الناس أكثر، ألف جرام من الفضة بخمسين جراما من الذهب، هذا مثلا بمثل حاضر؟ لا لا، مو مثلا بمثل، مختلف. ألف جرام بخمسين جرام، لكن أقصد في مجلس ما في تماثل. أحسنت، لكن في تقابل. تقابل مباشر. إذا اختلف الصنفان فيجوز الزيادة لكن يجب التقابض في مجلس العقد. يجوز التفاضل لكن يجب التقابض في مجلس العقد. صرف العملة شيء. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عبادة، وذكر هذا الممثل مع الأسف، يعني قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيد ما يتعلق بصرف العملة. شوف الحديث يعني أصل عظيم في هذا الباب. جميل. يعني إذا كان بعت ذهب بفضة لا بأس بالتفاضل، مثل ما قلتك 10,000 من الفضة بمئة، 10,000 جرام من الفضة بمئة جرام من الذهب، ما في مانع. حاضرة، لكن لابد أن تكون حاضرة. أحسن. وهذا هو الصرف. هذا هو الصرف، ما حقيقته. أصرف مثلا ريالات سعودية بالجنيهات مصرية، ما في مانع، ممكن أبيع الريال بعشرة جنيهات مصرية حسب ما يكون اتفاق بينه وبينك، أو بعشرين أو بخمسة أو بثلاثة، بس مباشرة، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد. هذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب. بقي الصنف الثالث وأخير. جميل. وهو الذي لبسوا فيه على الناس مع الأسف. الصنف الثالث أن يختلف في الجنس والعلة، ليست من الأصناف الربوية الستة المذكورة هذه ولا يعني في معناها، والعلة أيضا مختلفة مثل ما قلت لك. يعني بعتك شماغ بعشرة أثواب، الجنس مختلف، هذا ثوب وهذا شماغ، ما في مانع بإجماع العلماء. أبيع حاضرا أو نسيئة، حتى لو كان نسيئة لا بأس. كذلك حتى لو كان من نفس الجنس لكنه ليس من الأصناف الربوية ولا أيضا تتمدد إليه العلة الربوية، لا تشمل العلة الربوية، مثل الثياب متر بمترين، هل هذا من الأصناف الربوية المذكورة في الحديث؟ لا. هل هو من جنسها؟ نحن عرفنا علة في الذهب والفضة هي الثمنية، فكل ما صار ثمنا فيجري فيه الربا كما في الذهب والفضة. العلة في الأصناف الأربعة التمر والبر والشعير والملح، هذه لأنها تقتات وتدخر، تقتات تؤكل وتدخر تجري السنين، هذه علتها على الصحيح. فكل ما يقتات ويدخر يجري فيه الربا، مثل رز برز، رز برز، هذا أيضا يعتبر قوت ويدخر لسنين، فيكون حاله حال البر والتمر إلى آخره. لكن خذ مثلا الفواكه والخضار، هل هي تقتات وتدخر؟ لا إطلاقا. ولهذا يجوز أبيعك، أتيك بصندوق والله من البرتقال الرديء، فأشتري يعني منك، لا أتيك بصندوق من البرتقال الجيد وأجد عندك يعني برتقال أقل جودة منه، برتقال رديء، فأقول لك ما رأيك أريد أن أبيعك هذا الصندوق بثلاثة صناديق من الذي معك، إذا اتفقنا لا حرج، بس في مجلس العقد. أحسنت، في مسألة حتى لا يكون ربا، لا يكون في قرض. يعني لو قلت خذ هذا الصندوق وقلت لك بعد سنة معناه أقرضتك هذا الصندوق. جميل. فيجري فيه الربا. لاحظ معي. أيضا قول المشايخ اللي ذكروا عن الشيخ بن باز والشيخ محمد إبراهيم، أبيعك شاة بثلاث شيات، ما ثلاث شيات ما في مانع في مجلس العقد، هذه ليست من أصناف الربا وليست قرضا، حتى نقول الله يعني صارت ربا القروض وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن في مجلس العقد، في مجلس العقد يا أخي، وليست من أصناف الربوية حتى نقول والله يجب فيها التماثل. بعتك يعني بعتك مترا بمترين، صحيح الجنس واحد لكنه ليس من أصناف الربوية، ولا أيضا كذلك تشمله العلة الربوية في الأصناف الستة المذكورة. إذا لا بأس في التفاضل كما تشاء،
لكن في أبيعك سيارة بسيارتين، سيارة يعني جيدة وذات قيمة عالية بسيارتين أقل منها، ما في حرج، لكن لا تكون قرضا، لا تكون قرضا حتى لا يتحول إلى ربا القروض. إذن هذه القضية حتى لو قلنا سلمنا لكم، افرضوا يا من يرمون بهذه الشبهات أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وأصبحت الآن الأوراق النقدية لا توزن، حتى لو فرضنا هذا، لو وافقناكم مع أن الصحيح أن العلة الثمانية، لا أحد من العلماء قديما ولا حديثا يقول بجواز ربا القروض، أن أقرضك 100 ريال على أن تردها لي بعد مدة بزيادة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا محل إجماع بين الفقهاء. جميل. ابن حزم الظاهري رحمه الله ومن وافقه، وهم يرون أن الربا مقصور على الأصناف الستة المذكورة ولا يتعداها لغيره، يرون أن العلة قاصرة أو تعبدية. هم أيضا يوافقون بقية العلماء على أن ربا القروض يجري في جميع الأموال، في جميع الأموال. هذا لا يصح. إذن هذه قضية غاية في الأهمية، وهذا اللي تعامل به البنوك. جميل. ونأتي نقول والله زيد أخو عبيد والمسألة ما فيها ربا، ما هو صحيح. نعم. معنا الأخ أبو جواد من الدمام، تفضل أخي أبو جواد. ونأمل من الجميع إدراك مسؤولية الكلمة، من أراد أن يداخل معنا أهلا وسهلا. ذكر الأشخاص، لن نسمح بذكر أي شخص سواء نفتى بجواز ربوية النقود أو عدمها، لا نريد ذكر أسماء، نريد نحن هنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج البحث عن الحقيقة ونؤدي رسالة بعيدا عن البهرجة والمظاهر الأخرى. تفضل أخي أبو جواد معي من الدمام، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أبو جواد. أحييك أخي عبد الرزاق، وحيي ضيفكم الكريم الشيخ عبد العزيز. حياك الله، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ. معك الله يحفظك يا شيخ. والله اني احبك في الله. حبك الله، الله يكرمك. الله يرضى قدرك، حرم وجهك عن النار، قول امين. امين امين. واياكم من يسمع. وبس اسالك بس عن المعاملات البنوك، ما راح اذكر اسم البنك، لكن نذهب الى البنوك ويعني يعطونا معاملات بالتورط. اي جميل. فرضا اخذ يعني استلم عندهم رز ويبيعونه ويعطوني طيب السلعه، وفي برضو بنك اخر يقول لا انا طريقتي يعني سرقوه من البنوك اللي يفتون. نعم. الفتوى جاهزة بجنبه. طيب. وفي بنك ثاني يقول لا أنا أعطيك أسهم، حنا هذه طريقتنا حلال وتبيع. أسهم. وحنا كمواطنين والله نحتاج فلوس واتهنا في المعاملات، ما ندري وين الحلال من الحرام. طيب. طيب شكرا لك أخي أبو جواد. معنا الأخ أبو بدر من القصيم، تفضل أخي أبو بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو بدر. لو سمحت نسأل عن القروض الشخصية من البنوك اللي طيب. التمويل الشخصي. طيب. هل هو حلال ولا حرام؟ طيب تسمح لنا مخصصين ملف كامل عن التورق في هذه الحلقة. سنناقش إن شاء الله مع الشيخ. معنا الأخ حسام الرياض، تفضل. لو تسمعنا من الهاتف مباشرة يا حسان، تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. بالله مكان سيد الشيخ. تفضل. نعم. معك الشيخ. كيفك يا شيخ؟ مرحبا بك، أهلا بك يا أخي. أنا بالله متوظف في البنك العربي قسم القروض. طيب. أيوة. بس أنا على الراتب حلال حرام؟ في فتوى بس؟ ما في فتوى أخي حسان. أنت بالقروض، قروض التورق أم القروض العامة المحرمة؟ تورق، في يقولوا في خشب وفي أسهم. لا لا، القسم اللي أنت فيه هل تؤدي معاملات محرمة أم فقط يعني مختصة بالتورق، الخشب والرز وغيره؟ الخشب والرز والأسهم بس. يعني لا تباشر معاملات محرمة؟ لا لا ما في مباشرة. بس. طيب تسمع إجابة الشيخ. شيخ عبد العزيز، ملف النقود أقفلنا خلاص؟ نعم. لا ما أقفل هذا موضوع، لأن ودي أن ننتقل للتورق. أنا أحسنت يا أخي الكريم، أنا يعلم الله عز وجل وأنا أعد هذه الحلقة، وأنا تقصدت أيضا وشاهد حلقة طاش ما طاش حتى جميل. يعني لا أريد أن أنقدها، فيها شو مخالفات كثيرة لا أريد أن أتكلم عنها. طيب. وليس حديثنا فقط عن يعني هو حديث مركز عن نقد طاش ما طاش وهالمسلسل اللي يثير الكثير من الجدل، لكن مؤلم مع الأسف الشديد أنهم يا أخي يخلطون جميل. الحق بالباطل. نعم. ويلبسون على الناس ويدسون السم في الدسم. تأتيك أحيانا حلقة وحلقتان تعالج قضايا جدا رائعة وجميلة صحيح. ويشكرون عليها. نعم. طبعا مع وجود بعض المخالفات فيها، لكن تجد أن الحق فعلا هادف وذات رسالة وموافقة للحق، ثم يأتون بحلقة كما قلت قد تخالف إجماع العلماء وتطعن في ثوابت الشريعة ومسلمات العقيدة، وكان الهدف منها مع الأسف الشديد هو تشويه صورة الدين والمؤسسات الدينية. وهذا مصيبة يا أخي، هذا لا يجوز السكوت عليه. أنا كنت في ندوة البركة قبل في أيام جدة. نعم. في جدة. وهي تستقطب يعني عددا كبيرا من العلماء المهتمين بالاقتصاد الإسلامي. لا أكتمك يا أخي مدى استياء هؤلاء العلماء من شتى بلدان العالم كلها. مجموعة منهم قالوا والله لو كان أصحاب هذا المسلسل عندنا في مصر لأقمنا عليهم دعوة اكتسابية ولا تركناها. يأتون يجهلون العلماء ويطعنون في إجماع الأمة ويقدحون في ثوابت الشريعة وتسكتون عليهم، لا يجوز السكوت. مسكنا أيضا أحد المشايخ من المغرب وقال لي نفس الكلام. هذا عار يا أخي وعيب علينا. طيب. وهذا فيه كما ترى استعداء للعالم كله.
بسبب هؤلاء الجهلة الذين فعلا يخوضون في شيء لا يحسنونه. صحيح. أنا قد لا ألوم الممثلين لأنهم مساكين لا يدرون كلب البغاوات يرددون أحيانا شيء لا يفهمونه، ولهذا تجد هذا الممثل الذي جاء في المسلسل باعتباره منظرا لا يفرق بين ربوية الفلوس وربوبية الفلوس، مرة يقول كذا ما يدري شو الفرق بين الربوية والربوبية. والله مصيبة هذا. لا أشرح عليها أنا، أشرح على الذي أعد الحلقة يا أخي، وواضح أن وراءها إنسان مع الأسف يعني له توجه معين ويريد فعلا أن يثير البلبلة والشك، ويريد أيضا مع الأسف الشديد أن يوطن الربا وأن يحقق هدف القائمين على الربا مع الأسف من البنوك الربوية المعروفة. طيب. وهذه مصيبة يا أخي. أي والله مصيبة. يعني كونك تعمل الحرام وتعرف أنك مذنب هذا والله يا أخي خير ألف مرة من أن تقول لا هو حلال، لأنك إذا كنت فعلا تشعر بالذنب فيرجى لك التوبة إن شاء الله وأن يتوب الله عليك، وأيضا أن يغفر الله لك بسبب ما تعانيه من النفس اللوامة. لكن المصيبة إذا كنت تقول لا حلال تستحل ما حرم الله هذا لا يرجى لك أن تتوب العياذ بالله، وهذا من أنكر المنكرات، بل من استحل معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام فهو كافر بإجماع العلماء. هذه خطيرة، أنا لا أكفر هؤلاء كما قلت أعذرهم لجهلهم، لكني أقول يا أخواني هذا لا يجوز. يعني على الأقل لكم رأي وجهة نظر، أو الذي عد الحلقة وكتبها يا أخي بين وجهة النظر الأخرى، إياك التلبيس والكذب، إياك اتهام العلماء بالجهل. صحيح. والصفاقة والسذاجة وكأنهم لا يدرون عن شيء مع أنهم أعلم منك أنت وأمثالك. لا وبعدين هذه القضايا يا أخي لا تبحث أمام العوام، تبحث بين طلاب العلم وفي مجالس العلم، هم نلبس بها على الناس ونثير البلبلة والشك. صحيح مشكلة دي. هذا لا يجوز. نعم. وأيضا شيخنا الكريم مثل هذه القضايا ربما يعرض من أفنى شيبته في العلم وطلب العلم وثني الركب عند العلماء، لا تناقش من قبل مهرجين. بعدين يا شيخ الآن المشكلة ليت القضية خلاف هل النقود يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا، يعني في مقصود ربا البيوع الذي ذكرت لك، والله أبيع ريال بريالين، ريال سعودي بريالين سعودي، مع أن هذا لا يفعله إلا المجنون الأهوج. هل هذا وارد؟ غير وارد إطلاقا. لكن لو قدر واحد يعني أفرض عنده ريالات قديمة ويبيع بريال جديد نقول ما يجوز، هذا ربا البيوع. حتى لو كان في قبض بنفس الوقت، حتى لو كان لا يجوز، لأنها كما قال مثلا بمثل سواء بسوى يدا بيد. إذا قلت يا فلان أنت الذي ترى أن النقود لا يجري فيها الربا بناء على كلامه، لماذا؟ لأن العلة في النقدين الذهب والفضة هي الوزن، لو سلمنا وافقناك تجوزا فأجزنا لك أنك تبيع ريال بريالين في مجلس العقد، لاحظ الشرط، لكن اللي تعمله البنوك هل هو هذا يا أخي؟ طلاقا. لا يا أخي، الذي يعملونه هو ربا القروض الواضح، ربا النسيئة الذي أجمعت الأمة قاطبة قديما وحديثا على تحريمه. أنا أتحدى من يتكلم بهذا الكلام أن يذكر عالما واحدا في القديم أو الحديث يقول بجوازه، اللهم إلا ما ذكر عن شيخ الأزهر في مسألة الصناديق الادخارية وكان له شبهة رحمة الله عليه توفي وأنكر عليه علماء الأمة كلهم قاطبة فيها. نعم. وما من أحد يا أخي إلا له زلة وشذوذ. صحيح. ومن تتبع شواذ العلماء شذ عن الإسلام. يا أخي كما قال سليمان التيمي، إذا تتبعت شواذ العلماء اجتمع فيك الشر كله، ومن تتبع الرخص فقد تزندق. يعني كونك تأتي إلى قول شاذ وربما صاحب راجع عنه لأنه أخطأ والإنسان غير معصوم. صحيح. فتأتي تحتج بمثل هذا على خرب إجماع الأمة. جميل. الأمة هجمعت يا أخي في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، ولذلك من خالفهم قوله يضرب بعرض الحائط، لأنه يخالف الإجماع القطعي الثابت المسنود بأدلة الكتاب والسنة. جميل. جميل. وهذه هناك حديث صريح أيضا من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. أقفلنا موضوع ربوية النقود، سننتقل الآن، أو ربوبية النقود كما يقول الآخرون، سننتقل أيضا الآن إلى التورق ونختم به حلقتنا. أحسن. لأنه يهم أنا أشكرك حقيقة يا عبد الرزاق وأشكر الإخوة على أسئلتهم. والله يا شيخ عبد العزيز وليعلم المشاهدين، والله الذي لا إله لا نبحث عن إثارة إطلاقا، نبحث عن بيان الحق للناس فقط لا غير. ولو قال شخص غير الشيخ عبد العزيز الحق لاتبعناه، نحن لا نتبع الأشخاص ولا نعبد الأشخاص إطلاقا، نعبد الله عز وجل. سنت. وكل حديث يرد ويقبل إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر يا شيخ عبد الرزاق وأنا أذكره أيضا للإخوة المشاهدين، يعني أنت ذكرت لي هذا الموضوع منذ أول يوم نشرت فيه الحلقة. نعم. ومع ذلك تجاهلنا وكان هاجس حقيقة. وما ظننا مع الأسف أن الناس، وهذا اسمح لي أنا أعتب كثيرا على إخواننا، نعم، يعني كثير من الإخوة الذين تأثروا بهذا، لما رأيت الأسئلة كثيرة وهناك يعني الاستنكار لماذا تسكتون، يعني هذا حقيقة كلام ساقط لا يستحق أن يناقش. صحيح. اسمح لي، لولا أنه مع الأسف
بعد التصعيد والنشر في كثير من صحفنا جاء هذا البرنامج الذي يشاهده الملايين في كل الأصقاع. وكرس هذه يا أخي الكريم، أنا أقول لإخواني اتقوا الله عز وجل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين الله عز وجل وأحكام الشريعة والحلال والحرام لا تأخذ عن هؤلاء الجهلة والأدعية وأصحاب الأهواء. صحيح. لا تأخذ عن أمثال هؤلاء، تأخذها من صحيفة من كاتب لا يعرف في العلم الشرعي ولا يعرف أيضا عن أمانة دينه، أو عن ممثل لا يحسن إلا التمثيل، ويكفي الشغال بالتمثيل، يا ليته فقط أسخره لشيء نافع يخدم به دين الله. هذه يعني كل ميسر لما خلق له جميل. صحيح. ما أجمل التمثيل، وأنا ممن يؤيدون الدراما والتمثيل إذا كانت هادلة، وأعرف أنها مؤثرة تأثيرا بليغا، ربما أكثر تأثيرا من 1000 خطبة ومحاضرة، لكن لنتق الله لتكون لنشر الحق والفضيلة لا لنشر الباطل وتوهين المنكر. جميل. وأيضا التلبيس على الناس والتغريب جميل بدينه. جميل. إذن مشاهدين الكرام، نتحول إليكم في هذه الوقفة مع إحدى وسائل الكسب المشروع في السابق والحاضر الآن، وهي التمور التي تخرج من تلك النخلة الطيبة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. نتابع نخيل المدينة وقصتها ثم نعود. أشكاله وألوانه مختلفة فضلا عن أحجامه ومذاقاته التي يحكمها النوع. اختلف المؤرخون حول مكان نشأة النخلة، حيث ذكر بعضهم عن اعتقادهم أن تكون قد نشأت حول الخليج العربي، ومنهم من يقول أن أقدم ما عرف عن التمر والنخل كان في بابل قبل 4000 سنة قبل الميلاد. وبالنسبة لأكثر الأماكن التي للتمر فيها خصائص وفضائل ذكرت في القرآن والسنة هي المدينة المنورة، حيث يوجد أنواع لا تنمو إلا هناك. أهل المدينة اهتموا بالتمور أشكل من أي نوع، سواء فاكهة أو طعام. التمر عندهم غذاء مهم يعني، سواء أول أو قديما أو حديثا. ولكن التمور أنواعها كثيرة، أشكل من 300 نوع في المدينة. فاهتمام الناس يختلف حسب الطباع الناس. ناس ترغب الروتانة، ناس ترغب الربيعة، ناس ترغب الحلية، ناس ترغب الحلوة. هذا بالنسبة للرطب. وأما بالنسبة للتمور أنواع كثير كثير، منها العجوة ناس ترغبها كثير، البرني، في ناس شالوا التمور المدينة زي الحلية وزي الروتانة زي العجوة على أساس يزرعوها في محلات تانية زي القصيم زي المنطقة الشرقية، ما نبتت بنفس الجودة، ما تنبت عندهم في نفس جودة المدينة، فنخلة المدينة للمدينة بس. أنواعه مختلفة باختلاف الأرض والأصل. من هذه الأنواع التي اشتهرت في المدينة الرثانة والبرحي والحلوة وربيعة، وقبل هذا كله العجوة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. من السنة أنك تفك ريقك بالتمر أو بالرطب، يعني هذا يدل لك على اهتمام التمر وأهل المدينة باهتمام التمر. النخلة والتمر، أنا كمزارع وأبوي مزارع وجدي مزارع، النخلة بالنسبة لي كل شيء، والله حياتي أنا مربوطة بالنخلة، لأني أنا جيت في المزرعة وإلى الآن في المزارع، ولا يمكن أي محل يعني يعجبني زي النخلة، وظل النخلة وفائدة النخلة وما تنتج النخلة من سعف من ثمار زي ما شفت أنت. إحنا مسوين وشيع ومسوين عشة ومسوين كله وبيت، كله بفضل الله ثم فضل النخلة دي. نستغل جريدة، نستغل سعفها بمكانس بالزنابيل القفاف، سقوف البيوت القديمة، والآن التطور الحضاري لغى جزء كبير من النخلة، صارت الناس ما تستغل الاستغلال اللي كنا أول نستغله. إن ذلك الشموخ وما ينتجه من أطيب الطعام له إرث تاريخي عند أهل المدينة، فما من بقعة فيها إلا وترى النخلة يغطيها، وليس كل طعام يسمن ويغني من جوع مثل التمر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهلا، قالها مرتين أو ثلاثة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، كنا وياكم في متابعة لنخيل المدينة المنورة. كيفك مع التمر يا شيخ؟ ظهر مبدل الأعصاب من الدرجة الأولى. هذا من نعم الله العظيم. وأنا أهنى أيضا أهل المدينة ما شاء الله به الميزة التي جعلها الله لثمر المدينة، خصوصا العجوة. جميل. نتحول للرز والأخشاب والحديد والقطن وتلك السلسلة العريضة
من التورق، والتي للأسف صارت إحدى وسائل الطعن بالمصرفية الإسلامية. أتحدث معك مع أحد القضاة السابقين، وحدثني ذات مساء في نزهة في إحدى ضواحي مدينة الرياض، يقول أن أحد الأشخاص يتحدث عن شخص، وليس قاضي عفوا، هو أحد يعني الباعة في البيع والشراء، يقول أنه ذهب لأخذ قطن أو حديد، فقال أنا سأستلم الحديد بنفسي وأبيعه. قال تذهب إلى المنطقة الشرقية، فذهب إلى الدمام من الرياض، قالوا لا ترى الحديد في البحرين، قال أذهب إلى البحرين، وكان الظهر موافق خميس وجمعة وصف مع السروات الطويلة جدا، ثم وصل إلى البحرين وقالوا لا لديك كلفة إضافية للبيع، قال أتحملها أنا وأدفعها من جيبي. هو هدفه تبصير الأمة، يقول في الأخير قالوا لا ليس لنا حديد، تريد مال بمال، أهلا وسهلا. يعني لا أطعن بالمصرفية، لكن هذه حالة وقعت وصارت. بل أنا أطعن يا أخي بعض المراسلات قطعا، وليس شيء جديد. ولديهم فتوى يا شيخ، لديهم فتوى موقعة من ثلاثة، واحد من هؤلاء من عضو هيئة كبار العلماء، لديهم هذه الفتوى يتمترسون خلفها. أنا أحب أن أؤكد لك قضيتين، حتى نكون منصفين يا شيخ. لا رجل، يعني أنا فتاواي في تحريم مثل هذه التعاملات في الإعلام لست داهن أحدا من فضل الله عز وجل. يا أخي الكريم دائما أسأل عنها في كل القنوات وأقول هذه الطريقة سمونها التورق في البضائع المحلية لا تجوز، لحرام، وإن صدر فيها بعض الفتاوى وبعض المشايخ مع تقدير لرأيهم، المشايخ وضعوا لها ضوابط، لكن في التطبيق والممارسة مع الأسف هناك تحايل كبير. وأنا أقول بكل صراحة نفس الشيء، أحد الأشخاص الحريصين قال إنه أحد البنوك، لن أسميه، البنوك المحلية، قال سيجعل له عملية تورق في حديد، وقلت قال إنهم خيروني بأن أوكلهم فيبيعونه ثم يدخلون ثمنه في حسابي وأحصل على المال الذي أريد، أو أن أذهب إلى الشركة في الدمام وأستلمه وأبيعه في السوق، فماذا ترى؟ قلت له وافق بشرط أن يسلموك فعلا الأوراق الملكية وتذهب إلى الدمام وترى إذا لم يكن عليك كل. قال أبدا أنا أريد الحلال. والله يا أخي الكريم يقول لي ذهبت، يعني ما أعطوني إياه إلا بالعافية بعد محاولات، يعني وأنت ليش تكلف نفسك وما أدري، المهم أصر، قال لنا أقيم معاملة بهذا الشيء، أنت خيرتموني أنا أريد الخيار أستلمها. طيب. أعطوني الأوراق وذهبت إلى هناك فأعطيتهم كم طن عندي وكم القيمة، قالوا ما في مانع عندك المستودعات حملوا له هذه الأطنان. هنا الخلل الأول، يعني الحديد الذي ملكه البنك إن كان فعلا اشترى، وإن شاء الله دعنا نحملهم على أحسن نحملهم، اشتروا كمية من الأطنان 1000 طن أو أقل أو أكثر، المفروض أنه يميز الحديد عن الذي يملكه البنك على الحديد الذي تملكه الشركة، وهذا لا بد منه، هذا أقل أحوال القبض، يعني قبل أن تبيع الشيء أن تميزه ويعرف نصيبك من نصيب غيرك حتى لا تتداخل الضمانات في حال التلف أو السرقة ونحوها. ماشي، هذه الرجل قال هذه ذمتهم ما لي شغل فيها، قالوا نحن ننصحك بأن لا تأخذ الحديد لأنك لن تجد أحدا يشتري بهذا الثمن. قلت كيف؟ قالوا أبدا، ابحث. قال دلوني على عملائكم الذين يشترون منكم، أنا سأقول لهم أنا عندي مهن كذا 3 أطنان 5 أطنان وسأبيع عليكم. قال فدلوني على عدة شركات في الرياض وفي المنطقة الشرقية، واتصلت عليهم وإذا بهم يعرضون سعرا هو أقل من نصف التكلفة الأصلية للحديد، يعني أنا أطلبت منهم حديدا ب100,000 ريال على أن أرده يعني مع ربح مثلا هامش ربح، ثم أرد لهم بعد سنة مثلا 110 أو 120، تخيل الآن يريد أن يبيعه في السوق لا يساوي 50,000 ريال. ما معنى هذا؟ معناه أنهم يكذبون على الناس مع الأسف ويتحايلون عليهم، يبيعون شيئا أنهم يعطونك بقدر القيمة التي تريدها، والسلعة التي يعطونك مقابلها قد لا تكون سلعة حقيقية. جميل. والمصيبة أنه فعلا يمكن 99% من الناس ويمكن 9 من 10 أصلا لا يهمهم أين السلعة، أين الرز وأين الحديد وغيره، يهمهم أن يحصل على التمويل. وهذا أيضا إشكال من الناس، قل لهم اتقوا الله، يعني يصح أمام عندكم الحمد لله تورق بالسيارات، تستطيع أن تأخذها معك تحملها في الشاحنة أو على الأقل تأخذ البطاقة الجمركية أو أسهم أو بالأسهم الحمد لله، وتدخل في محفظتك باسمك أنت. صحيح. تبيعها اليوم أو غدا أو بعد غد ويكون في أسهم مباحة نقية، فلماذا تلجأ لهذه البضائع التي لا تراها ولا تدري أين هي، ولو أردت أن تقبضها ما وجدت شيئا. جميل. أنا أقول هذه من التطبيقات والممارسات الخاطئة التي تمارس فيما يسمى بالمصرفية الإسلامية أو أحيانا النوافذ الإسلامية في بنوك ربوية تقليدية. هذا يا أخي ننكره ديانة ونقول بأعلى أصواتنا أن هذا لا يجوز، وهو تحايل على الربا، والتحايل على الربا أعظم إثم من أكل الربا صراحة،
لأنك تجمع بين المعصيتين. يمحق الله. يعني كما قال بعض السلف إنهم يتحايلون على الله كما يتحايلون على الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. لاحظ معي، لكن يا أخي الكريم، هل وهذا المنطق الذي ذكروه في الحلقة مع الأسف ويكتبوا بعض الكتاب، ما دام والله فيه تطبيقات خاطئة وممارسات غير موافقة للضوابط الشرعية، إذن فالحل نقول أن الربا جائز وأن النقود لا يجري فيها الربا، ونخالف إجماع الأمة ونصوص الكتاب والسنة. هذا مثله يا شيخ عبد الرزاق، مثل إنسان رأى أن الزنا عزكم الله والشذوذ الجنسي انتشر في بلده من البلاد، هو انتشر الآن في العالم كله مع الأسف، قال والله ما دام انتشر إذن الحل أن نقول الزنا حلال. يا عموم البلوى، ليش؟ نعم. ليش أن انت نعمت به البلوى، ليش حلال مع أنه الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، مثل ما نهى عن الربا سبحانه وتعالى قاعدت مع قال والله لأنه الآن يعني الناس كلهم تلطخوا به. نعم صحيح. الصالح والطالح. طيب. يا أخي هذا منطق أعوج. صحيح. الخطأ يجب أن يقال خطأ، ولا يعالج الخطأ بخطأ، ولا الانحراف بانحراف أشد منه، يجب أن نعالج الخطأ بالصواب وأن ننكر المنكر. وأنا أقول لإخواني يا أحبتي، وهذه قضية غاية في الأهمية، مر على الأمة قبل حوالي 40 سنة تيار علماني خبيث بعد الاستعمار الذي استعمر بلادنا، وما يزال عملاء استعمار في كثير من البلاد أيضا يروجون لأفكاره، أنه لا اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بدون ربا، ويحاولون إقناع الحكام وما زالوا أنه لا يمكن، يستحيل أن يوجد اقتصاد من دون ربا، وأرادوا أن فعلا يوطنوا الربا ويرسخوا في الأمة الإسلامية. لكن سوردت المصرفية الإسلامية في لندن، سأقول لك الآن، سأقول لك في بريطانيا تطبق المصرفية الإسلامية. يا أخي، لكن الله سبحانه وتعالى هيا لأمة الإسلام علماء أفذاذ أقوياء، وقالوا لا يمكن أن نحلل ما حرم الله عز وجل، ولا يمكن أن نتعامل بالربا ونرضى به بين الناس. واجهوا عواصف من النقد، وبعضهم أيضا من السجن أو القتل والملاحقة من قبل بعض الظلمة، حتى ثبتت لله الحمد المصرفية للإسلام والاقتصاد الإسلامي على عقدميه، وأصبحت الآن المصرفية الإسلامية كما أشرت يا شيخ عبد الرزاق تنافس البنوك الربوية، ليس في العالم الإسلامي في الدول الإسلامية بل في الدول الغربية. أنا اسمح لي أن أتيت معي بهذا اسمح لي بس تفضل بس أنا عندي أعضاء الهيئات الشرعية لدي أيضا حديث. نعم أنا أحب تسمح لي فقط بهذا النقل، أنا عندي في بحثي نقول كثيرة، لكن أقول لكم أحبتي ليس الذي أجمع على تحريم الربا والقروض الربوية هم علماء المسلمين قديما وحديثا، بل الآن علماء الاقتصاد المعاصر من الغربيين من غير المسلمين هم يجمعون على أن السبب الأكبر في الأزمة المالية العالمية التي يعيش العالم الآن تداعياتها وهي تتفاقم الديون، أنه هو الربا، قروض الربوية. قبل أسبوع أوروبا أصدرت قرارا، تخيل البنك المركزي الأوروبي بمنع البيع على المكشوف. نعم. الله أكبر يا أخي، انظر عظمة هذا الدين. الله. لا تبع ما ليس عندك. نهى أن يبيع التجار بضاعهم حتى يحوزوها لرحالهم، نص لحديث الرسول يا وصل. سبحان ربي. الربا الآن أمريكا لم تعلن أيضا قبل 10 أيام تقريبا أن الفائدة على أصبحت صفر زيرو، هذا هو الربا يا أخي. العالم كله يجمع الآن على أن أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي هو الربا، وأن الحل فعلا في هذه القروض الربوية التي الآن أصبحت تطحن الدول والحكومات قبل الأفراد. وما هو الريبو؟ لا، ما الفرق يا أخي باختصار، اسمح لي وأنا سأستطرد، ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي القائم على البيوع والمشاركة وعلى الإنتاج والخدمات وبين الاقتصاد الرأسمالي الريبوي؟ يا أخي الاقتصاد الريبوي هم يعتمدون على الفوائد الريبوية وعلى الإقراض بفائدة، الإقراض بفائدة، ولهذا تجد أن هذا الذي يعتمد على الإقراض بفائدة سهل عليه أن يقترض ويعطي فوائد. جميل. ثم تتراكم هذه الديون عليه وتتراكم ما يسمونه خدمات هذا الدين، الفوائد الربوية تزيد عليه، كما حصل في أمريكا. الاقتصاد الأمريكي الآن يعد الاقتصاد رقم واحد في العالم، وهو المدين رقم واحد في العالم، أكثر من 15 تريليون دولار ديون أمريكا. أنت تعرف الأزمة اللي حصلت بين الكونغرس وبين الرئيس الأمريكي؟ صحيح. بسبب شد وجد رافع سقف الديون، يريدون أن مضطرون اضطرارا لأن يستدينوا حتى لا يعلنوا إفلاسهم ويعجزوا عن سداد الديون المستحقة عليه. صحيح. ولكن الآخر قالوا إلى متى نستدين؟ أصبحت الديون أضعاف الدخل القومي لأمريكا، أضعاف الثروة اللي تملكها أمريكا، وانخفض الائتمان التصنيفي. أرأيت سبحان الله حكمة ربي عز وجل في تحريم الربا؟ صحيح. والله إن الربا ظلم عظيم كما قال الله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. وهو ظلم للأفراد والجماعات. جميل. هو من أكبر أسباب التضخم في العالم باعترافهم. الاقتصاد الإسلامي باختصار يمنع الربا، أن يعطيك 100 وترد عليه 120 بعد فترة، أو يعطيك تمر وترد لي
صاع من التمر ترد لي صاعين بعد سنة أو بعد شهر. جميل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يكون الثري الذي عنده مال أن يكون شريكاً. جميل. في تنمية المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد. نعم. عندك مال، حقيقة الربا أنه الربا ستتركز الأموال في أيدي فئة قليلة من الناس. صحيح. في العالم، كي لا يكون دورة بين الأغنياء منكم. صحيح. ويمتصون دماء الفقراء والمحتاجين من الشركات والمؤسسات والطبقية في المجتمع. نعم. حتى الدول والحكومات يا أخي، أنت عندك مال ما في مانع، أدخل معي شريكا، أنا فقير ومحتاج أدخل معك ونكون شركة أو مؤسسة أو مصنع أو شركة خدمات وغيره، ويتقاسم الربح. وأيضا أنا لا أضمن رأس المال، لو فالخسارة علينا معا، الغنم بالغنم كما هي القاعدة الشرعية لا توجد عند الرأسماليين. صحيح. كلا بأحدهم غارم الآخر إلا في حالات قليلة. هذا الفرق. الاقتصاد الإسلامي يقوم على الاقتصاد الحقيقي. صحيح. السلعي الخدماتي، يعني اقتصاد ينشئ مصانع وتحريك للسلع، إيجاد فرص للأيدي العاملة، السلعة يتداولها أكثر من جهة فيستفيدون منها جميعا، الصانع والبائع والمشتري والمسوق والحامل إلى آخره. أما الربا فهو امتصاص. جميل. لدماء الشعوب والمستفيد منه طبقة معينة. هذه حكمة الله في عباده. اسمع ماذا يقول هذا الرجل. إذن شيخ، بس عشان نعد المشاهدين، غدا إن شاء الله سنتحدث وسأخصص محور كامل على أعضاء الهيئة الشرعية. لدي تحفظ كبير جدا على ما تقول به بعض الهيئات. ما عندي وقت يا شيخ، عندي عدة ملفات. نعم. أريد أن نختم بهذا حتى يعرف أحبتي ما يقوله أهل الاقتصاد المنصفون من غير المسلمين. هذا الرجل رئيس تحرير مجلة تشالنجر بوفيس فانسون، يقول في اسمحوا لي يعني اقراها هنا ايسر لي، بعنوان البابا او القران، حتى العنوان حقيقه مؤثر. يتساءل في عن اخلاقيات الراسماليه ودور المسيحيه كديانه والكنيسه الكاثوليكيه بالذات في هذا المنزع والتساهل في تبرير الربا، مشيرا الى ان هذا النهج الاقتصادي اودى بالبشريه الهاويه. ثم يقول: اظن بالنص اننا بحاجه اكثر في هذه الازمه الى قراءه القران بدلا من الانجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود. هذا غير مسلم يا أخي، ورئيس تحرير مجلة. هذا رولان لاسكين، رئيس تحرير صحيفة لو جورنال، وشهد شاهد من أهلها. نعم. ماذا يقول هذا الرجل؟ يكتب مقالا بعنوان: هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ الله. ثم يشرح قائلا: المخاطر التي تحدق بالرأسمالية، يشرح المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع. ثم قدم سلسلة من المقترحات المثيرة، يقول في مقدمتها: تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في الاقتصاد برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية. يا أخي، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولذلك يا أخي، الآن أذكر عمدة لندن قبل سنة، أول ما حصلت الأزمة قبل سنة ونصف، يقول: نريد أن تكون لندن عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم. الآن البنك الإسلامي البريطاني في أكثر في أكبر في كل المدن الكبرى في بريطانيا. فرنسا أيضا فتحت الآن مصارف إسلامية. يعني لماذا يا أخواني بدل ما يعني نمدح هذا الاقتصاد ونبين محاسنه وننقذ به البشرية، نأتي نحن نشوهه ونطالب بإحلال الربا والرأسمالية التي فشلت في بذل الاقتصاد الإسلامي الذي ولله الحمد ثبت نجاحه. ولهذا تجد أن البنوك الإسلامية أكثر استقراراً وأماناً وربحية ونمواً من البنوك الربوية. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، كنا وياكم في هذه الحلقة في حديث هام جداً عن المعاملات المالية الإسلامية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام، سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم أجمع. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يقوى أحد من البشر أن يحارب الله ورسوله، فيجب علينا أن نحرص على الكسب الحلال وأن نحرص أيضا على تنفيذ المعاملات المالية. هذا الملف مشاهدينا الكرام سيمتد إن شاء الله في حلقة الغد، ولي مع شيخنا
الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان وقفة كبيرة حول أعضاء الهيئة الشرعية وحول تلك بعض التصرفات التي تحفظ عليها كثيرا التي ربما تصدر من غير قصد من بعض أعضاء الهيئة الشرعية، وأنا أقولها وندرك تماما أن صدق النية واضح في كل أعضاء الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية، لكن ربما يكون هناك